بسم الله والحمد لله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنا أدعوكم إلى الوقوف عند الإصلاح والصالحين والمصلحين. شوفوا القرآن كيف اهتم بالإصلاح، لا ريفورم لو بون شونجمون سالفاتور. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة ربي وسعت كل شيء، لكن هي أقرب إلى المحسنين. هو الذي يرسل الرياح نشورا بين يديه رحمته، بين يدي رحمته، حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. شوف الرحمة، فأخرج به من كل الثمرات، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وعندنا آية أخرى تقريب 85، زاد كذلك زوروها لعلكم تستفيدوا من تلك الزيارة. والسلام.